أمريكا. إذن حزمة التحفيز الاقتصادي الثاني ارتفعت من 24 إلى 30 مليار جنيه. أثر هذا الأمر على الاقتصاد المصري بشكل عام وبالتالي حركة البورصة المصرية؟ يعني لو بدأنا بالأثر على الاقتصاد الكلي، لا شك أنه أي جنيه استثمار بينفق لابد أنه بيستحث أو بيجلب معاه أيضا أموال أخرى، خاصة أنه أغلب هذه الأموال هتتجه إلى تطوير البنية الأساسية وإجراء عمليات الصيانة التي أهملت خلال الفترة الماضية وسداد لمستحقات مقاولين كانت متأخرة وكانوا أيضا تعطلوا وتبطلوا عن العمل وكان له انعكاسات على العمالة لديها خصوصا مقاولين الباطن. أعتقد أن كل هذه الأمور لما هتضخ أعتقد أنه العجلة هتدور عند الجميع وبالتالي هيقدروا يقبلوا عمليات جديدة سواء لمواجهة طلبات الحكومة أو طلبات القطاع الخاص أيضا. فبالتالي هنجد أن الأمر لن يقتصر حدوده على تأثير ال 30 مليار سواء في هذه الحزمة أو الحزمة السابقة. الأمر الثاني بالنسبة للبورصة، لا شك أن ده على طول له انعكاسه على حركة الأسهم وتقوية أوضاعها المالية في ظل العملية السياسية بتتقدم بشكل واضح وبتقترب من استحقاقها الدستوري الأول والأهم. ثانيا الانخفاض المتتالي في سعر الفايدة وبالتالي انخفاض جاذبية الودائع في البنوك، كل ده بيجعل للأسهم قبلة مهمة جدا للمستثمرين لإنتاج دخل سواء على الصعيد الدوري أو الصعيد الرأسمالي. طب سيد عيسى، ألا يخشى من أن تذهب هذه النتائج الإيجابية المتوقعة من هذه الحزمة تذهب هباء إذا حصل أي تطور أمني وسياسي في مصر يؤثر على هذه الحزمة وإنفاقاتها؟ يعني اعتقد انه لو اشتغلنا بالمنطق ده يبقى ما حدش هيشتغل، لانه لازم تشتغل على كل الاحتمالات، لانه في الاخر لو انتظرنا استقرار الامن حتى ننفذ الاقتصاد يبقى الاقتصاد هيظل كل ما هيتاخر كل ما هيلاقي مشكله. في نفس الوقت لازم نبقى عارفين انه اي تحسين اقتصادي لا شك من هيؤدي الى برضه الى استتباب الامن، يعني مش بالضروره الامن هو اللي ممكن يجلب الاقتصاد، لكن ممكن برضه التحسن الاقتصادي يؤثر ايضا بطريقه دائريه مع موضوع الامن ذاته، خاصه في حدود ما نرى في الشارع. لا، في سيطره للدوله على الشارع اكثر من ذي قبل، الذي يفتح الزوم بتاع الاحداث من 30 يونيو حتى الان يجد ان ما يجري في الشارع بينحسر تدريجيا وبيصبح في بؤر محدده في بعض الجامعات وفي بعض المسيرات العقيمه. نعم. التي بس تؤتي الى قتل هذا او جرح هذا، لكن في الاخر اعتقد ان الامن عنده قدرات بتتزايد كل يوم وبالتالي لا يخشى من هذا الامر، لان الارجح انه الدوله هتنتصر.